السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنشوفها مع بعض كده. دي صورة الوحدة بتاعتنا وهي بتتحدث عن سيدنا نوح وعن قومه. طيب اول حاجة هناخدها هو ايه؟ الدرس الاول نوح عليه السلام مع قومه. هناخد الدرس الاول نوح عليه السلام مع قومه، وهنشوف النهاردة أول حاجة في قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قوم كانت بتتحدث عن إيه. الصورة اللي قدامنا دي بتشبه لنا إيه؟ تشبه لنا الأصنام، وبتشبه قوم سيدنا نوح، لكن مش هي الصورة الحقيقية ليهم يا سنة تانية. ودلوقتي مع بعض هنعرف عناصر الدرس. وزي ما قلنا يا سنة تانية، دلوقتي هناخد مع بعض عناصر الدرس. وعناصر الدرس اللي هي مجموعة النقاط اللي بيتحدث عنها الدرس بتاعنا. أول حاجة 1 قصة نوح عليه السلام، 2 صفات قوم نوح، 3 موقف قوم نوح عليه السلام من دعوته. يبقى تاني قصة نوح عليه السلام، صفات سيدنا نوح، موقف قوم نوح من دعوته، 4 علاقة نوح بربه، 5 أهمية الصبر في الدعوة إلى الله. يبقى علاقة نوح بربه وأهمية الصبر في الدعوة إلى الله، يبقى هي دي عناصر الدرس بتاعي. يلا بقى مع بعض نعرف الدرس بتاعنا النهاردة كان بيتحدث عن إيه. طيب الصورة اللي قصادي دي إيه؟ كان بيمثل لي كده شكل قوم سيدنا نوح عليه السلام عندما كان يتحدث إليهم. طيب تعالوا مع بعض الأول كده يا سنة تانية نعرف مين هو سيدنا نوح وكانت صفاته إيه. سيدنا نوح ده كان رجل طيب، وكان يحب الله، وكان يشكر الله في كل وقت. يعني إيه كان بيشكر الله في كل وقت يا سنة تانية؟ يعني كان دايما يصلي إلى الله ويعبده ويدعوه في كل وقت. وكانت بسبب صفاته الحميدة دي سنة تانية إن الله عز وجل أرسل سيدنا نوح إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله. يبقى احنا دلوقتي عرفنا سبب إن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح إلى قومه. كان أرسلهم ليه؟ تمام، ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. يعني كان في الوقت ده سنة تانية قوم سيدنا نوح كانوا بيعبدوا الأصنام، وكمان ما كانوش بيعبدوا صنم واحد وكانوا بيسموه إله واحد، كانوا بيتعددوا في عبادة الأصنام وعبادة الآلهة. علشان كده الله عز وجل حب ان هو يوحدهم إلى إله واحد، فأرسل إليهم سيدنا نوح ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. طيب تعالوا نشوف كده سيدنا نوح وقتها قال لهم إيه يا سنة تانية. فقال لهم لماذا لا تخافون الله فتوحدوه وتطيعوه؟ يعني ايه؟ يعني سيدنا نوح كان بيقولهم انتوا ليه مش بتخافوا من ربنا، وليه مش بتوحدوه وتعبدوا اله واحد وتطيعوه، يعني تنفذوا كل اوامره التي يدعوكم بها. فكان دليل سيدنا نوح في الوقت ده على وجود اله واحد وان الله سبحانه وتعالى وحده، وعلى انهم يتركوا عبادة الاصنام، قال لهم ايه كمان؟ إن الله خلقكم أطفالا صغارا ثم جعلكم شبابا وشيوخا وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم. يعني إيه يبعثكم يا سنة تانية؟ يعني البعث اللي هنكون يوم القيامة، إن هنرجع تاني كلنا أحياء. ليه؟ في القبور، وفي علشان ربنا يحاسبنا على إيه؟ على أعمالنا في الدنيا. وكان هو ده كلام سيدنا نوح لقومه عليه السلام. طيب هل يا ترى كده يا سنة تانية قوم سيدنا نوح عليه السلام آمنوا بكلامه ده؟ تعالوا مع بعض هنشوف. لا، قوم سيدنا نوح عليه السلام رفضوا الإيمان، وإيه كمان؟ واستمروا في العصيان وعبادة الأصنام. يعني ما سمعوش كلام سيدنا نوح، ورفضوا خالص الكلام اللي هم قالوه، كذبوا ان هو ما فيش اله واحد، وصمموا على انهم يستمروا في عصيانهم وعدم طاعة الله وعبادة الأصنام. طيب وكانوا بيعملوا ايه كمان يا سنة ثانية؟ كانوا بيضعوا ملابسهم ايه على وجوههم، وكانوا يضعوا اصابعهم في اذانهم. طيب سيدنا نوح عمل ايه في الوقت ده؟ استمر برضو في دعوتهم، استمر في ايه؟ في دعوة. وبعد ذلك خاطب سيدنا نوح عليه السلام ربه،
وقال تعالوا نشوف مع بعض سيدنا نوح من كتر ما هو دعا قومه سنة ثانية وهم برضو مستمرين في ايه؟ في العصيان وعبادة الأصنام. سيدنا نوح عليه السلام قال لربه يا رب إنني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى الإيمان بك ولكنهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا كلامي وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم. تجدوني يبقى كانوا بيعملوا ايه سنة تانية؟ كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم حتى لا يشاهدوني. يا رب إن قومي رفضوا الإيمان واستمروا على الكفر مع إني دعوتهم إلى الإيمان في منازلهم وفي الطرقات وفي كل مكان. يبقى سيدنا نوح سنة تانية ما سكتش عن واستمر في دعوته اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسله إليه. عمل إيه؟ دعا قومه ليل ونهار وفي منازلهم وفي الطرقات وفي كل مكان. يعني سيدنا نوح ما استسلمش وفضل ورا قومه في كل مكان. وكانوا بيعملوا ايه زي ما قلنا سنة تانية؟ كانوا بيضعوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام ويغطون وجوههم بملابسهم حتى لا يشاهدوه. وبكده يكون الدرس بتاعنا النهاردة يا سنة تانية انتهى. بس طبعا قصة سيدنا نوح عليه السلام ما انتهتش، وهنشوف في الدروس التالية سيدنا نوح عليه السلام ربنا أمره بإيه وكانت إيه هي نهاية القوم الكافرين ونهاية الذين آمنوا. يبقى نتذكر تاني كده مع بعض اللي قلناه في الدرس بتاعنا سنة تانية. كانت أول حاجة صفات سيدنا نوح عليه السلام أنه رجل طيب يحب الله وكان يشكر الله في كل وقت، وأرسله الله إلى إيه؟ قومه يدعوهم. لماذا أرسل الله سيدنا نوح إلى قومه؟ ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. طيب ماذا قال سيدنا نوح إلى قومه؟ قال لماذا لا تخافون الله فتوحدوه وتطيعوه؟ إنه خلقكم أطفالا صغارا ثم جعلكم شبابا وشيوخا وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم من القبور ويحاسبكم على أعمالكم. طيب دلوقتي برضو كمان عرفنا إن قوم سيدنا نوح رفضوا الإيمان واستمروا في العصيان وعبادة الأصنام. وبعدها بعد أن حاول سيدنا نوح بكل الطرق مع قومه في منازلهم وفي الطرقات وفي كل مكان نادى ربه وقال له إنني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى الإيمان بك ولكنهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم حتى لا يشاهدوه. وبعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأشياء سوف نعلمها في الدرس الثاني. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف التدريبات بقى كده مع بعض تاني سنة تانية. تدريبات بيقول لي ايه؟ فكر ثم اجب، فكر ثم اجب، فكر ثم اجب. ماذا طلب نوح عليه السلام من قومه؟ الإجابة ها يبقى نقول السؤال تاني. ماذا طلب نوح عليه السلام من قومه؟ الإجابة طلب منهم عبادة الله وترك عبادة الأصنام. طلب منهم عبادة الله وترك عبادة الأصنام. طيب السؤال الثاني، ما موقف القوم من دعوة نوح عليه السلام؟ ما موقف القوم من دعوة نوح عليه السلام؟ الإجابة رفضوا الإيمان واستمروا على العصيان. تاني، رفضوا الإيمان واستمروا على العصيان. طيب ثالث سؤال عندي بيقول لي، لماذا يغطي قوم نوح عليه السلام وجوههم بملابسهم؟ لماذا يغطي قوم نوح عليه السلام وجوههم بملابسهم؟ الإجابة حتى لا يشاهدوا سيدنا نوح عليه السلام، حتى لا يشاهدوا سيدنا نوح عليه السلام. طيب السؤال الرابع بيقول لي، بما تصف نوح عليه السلام؟ واحنا مع بعض أخذنا صفات سيدنا نوح. طيب الإجابة، كان رجلا طيبا يحب الله ويشكره في كل وقت.
كان رجلا طيبا يحب الله ويشكره في كل وقت. بيقول لي ايه بقى؟ اكمل مكان النقط بكلمة مناسبة مما بين القوسين. يبقى السؤال بتاعي دلوقتي اكمل مكان النقط. طيب اول حاجة بيقول لي ايه يا سنة تانية؟ نديني الاجابات اللي هضعها في مكان النقط. كلمة مكان، الاصنام، اعمالهم، الايمان. رقم واحد بيقول لي رفض قوم نوح عليه السلام نقط. احنا فاكرين مع بعض، ها، رفض قوم نوح عليه السلام الايمان. برافو عليك. تاني حاجة، كان قوم نوح عليه السلام يعبدون الاصنام. السؤال الثالث، دعا نوح عليه السلام قومه في كل مكان. أربعة، يحاسب الله الناس على أعمالهم. يحاسب الله الناس على أعمالهم. وكده.